السلام عليكم، معكم احمد حمدي، والنهارده ان شاء الله باذن الله مكملين سلسله الانبوكسنج. النهارده ان شاء الله باذن الله معانا منتج جميل ومنتج كويس جدا ولذيذ وحاجه كده يعني من ضروريات او مش من ضروريات البيت، بس هي حاجه جميله جدا هنشوفها مع بعض ان شاء الله. هنعمل انبوكسنج للعلبه، هي العلبه كبيره شويه. المنتج ده عباره عن كابتشينو ميكر او كوفي ماشين، يعني خلينا نشوف كده. ده المنتج اللي معانا تبع شركة ديلونجي، تمام، يعني من المنتجات اللي هي محترمة جدا في الحاجات دي، في الحاجات اللي هي الكوفي ميكرز والاسبريسو ماشينز. يعني هنا مكتوب، هنا تحت مكتوب، هنا ده اللي هو الميكاتو او الاسبريسو ان كابتشينو ميكر، جميل، ماركة ديلونجي. طبعا ده العلبة بتاعتها. ده هنبدأ نفتح واحدة واحدة مع بعض نشوف ايه الدنيا. هنا عايز اقول اول حاجة خالص، هنا ده الضمان بتاعها المفروض، الستيكرز والورق اللي موجود هنا ده في زي ما احنا شايفين في الكاميرا تحت، كل ده يعتبر الضمان بتاعه، تمام. فيعني المفروض انت لما تيجي تفتح الكرتونة المفروض تحافظ على الكرتونة ما توديهاش في حتة. الماشين دي فيها كذا حاجة، فيها حاجات هنتكلم عليها، يعني انا وانا بشتريها شفت كذا حاجه فيها جميله كده، هنبدا نشوفهم مع بعض. بس انا عايز اشوف الكومبوننتس دي. فيها الجزء بتاع الفوم او اللي بيعمل الميلك فوم ده، تمام. فيها سيلف كوفي تمبر، يعني مش هتبقى باينه في الصوره، هنفتحها ونشوفها مع بعض. يعني انت مش محتاج التمبر تول عشان تبدا تظبط الكافي بتاعك في المكان اللي انت بتبدا تحط فيه، تمام. انا عايز اوريكم برضو في ايه تاني. يعني هي المفروض ان كان فيها الكومبوننتس بتاعتها هنا، ده اللي هو الكنترول بانل، الادجستبل ستيم ايميشن، التراديشنال ميلك كوفي تمبر، ريموفبل ووتر ريزيرفر، الاوتو اوتو شات اوف فانكشن. طيب الماشين دي بتعمل تبخير، بتعمل الفوم، تمام، وبتعمل المفروض الكافي. هنبدا واحده واحده مع بعض كده، بسم الله. نفتح واحده واحده مع بعض كده، بسم الله. طيب مبدئيا الماشين دي انا جايبها من هايبر 1 في اكتوبر، معرفش دي كان معمول عليها عرض كام، كانت بكام، ونزلت داين لألفين وستمية جنيه. طبعا احنا حتة العروض والكلام ده احنا عارفين ان الماركتس يعني كل حاجة ليها دنيتها، يعني يقعد يقولك دي كانت بكذا وبقت بكذا ويلحق العرض. طبعا انا مش جايبها عشان العرض، انا جايبها عشان انا محتاجها. كل يوم واحنا نازلين كنا بنجيب الكوفي بتاعنا، بيبقى يعني غالي شوية، فقلنا نجرب نجيب نعمله في البيت بتمن الكوفي اللي بنجيبه كل يوم، سواء بقى بيبدا من 40 ل 60 جنيه، وفي اكتر من كده واغلى من كده على حسب بقى انت عايز تعمل فلات وايت، كابتشينو، لاتيه، الكلام ده. لو انت هتجيب حاجه براند او حاجه كوفي، البينز بتاعت الكوفي حاجه براند شويه، فده هيبقى غالي معاك، فقلنا نجيب الكلام ده ونعمله في البيت نجربه. طيب زي ما قلنا الماشين دي عامله 1600 جنيه بعد السيل، معرفش هي كانت بكام وهل اتضحك عليا ولا لا، مش هي دي الفكره. اول حاجه في المانيوال، لما جينا بصينا هنا اول حاجه في البوكس من فوق هنا زي ما احنا شايفين هنا كان في المانيوال في النص. المانيوال ده معاه ده سكيلر باين او ده معيار زي ما احنا شايفين هنا، نفتح الخوص يعني هنفتح واحده واحده هنا. المفروض ان ده السكيل بتاع لو انت عايز تحط كافي معين او كميه معينه، الماتيريال بتاعه بي بي زي ما مكتوب في الظهر هنا، تمام. ده السكيل بتاعنا، وده يعتبر الديلونجي ابلاينس، يعني ده اللي هو المانيوال بتاعنا، او يعني المفروض الدنيا فيها ايه بقى والتفاصيل. طبعا الحاجات دي كلها لازم بتتقري كويس جدا قبل ما تبدا تعمل اي حاجه، وده اكيد اللي احنا هنعمله. ده طبعا يعني هو ده مرض عند ناس، انا منهم الحمد لله المرض ده،
ان انت قبل ما تجيب اي حاجه، قبل ما تفتحها، قبل ما تحطها في الفيشه، لازم تقرا المانيوال والكاتالوج بتاعها كويس جدا. تمام، كويس. نركن ده على جنب، نبدا نشوف معانا ايه. طيب المفروض لما بيبقى معانا بوكس كبير كده بيبقى ليه تكنيك معين في الفتح. المفروض ان احنا بنقلبه على ظهره، بالذات لما بيكون فيه فوم جوه كده، المفروض ان احنا بنقلبها على ظهرها كده. تمام، ده حاجه جنرال في اي بوكس فيه فوم من جوه. طبعا هي كده المفروض مقلوبه على ظهرها. فواحده واحده مع بعض كده هنطلع الكرتونه. بعد ما طلعنا الكرتونه نقلب الماشين زي ما احنا شايفين. نبدا نفك واحده واحده. في شويه حاجات هنا في الفوم بتاعنا، الجنب التاني فاضي زي ما احنا شايفين هنا، مفيش اي تفاصيل خالص. كده كنت في البوكس. انا دي ما جربتهاش لما رحت اشتريها، قلت انا بحب ان انا اجرب كل حاجه بنفسي في البيت لما اجيبها. بحبش يعني، ده برضو مرض عندي ان انا احب افتح الحاجه اللي انا جايبها. يعني اجيب لابتوب جديد، اجيب اي حاجه يقول لك هات اجربه لك، هات انزلك عليه ويندوز، هات مش عارف نشوف شغال ولا لا. لا، انا بحب افتح في البيت عندي كل حاجه، بحب ان انا ابقى صاحب اللمسه الاولى للحاجه اللي انا، وده برضو يعني يعتبر من ضمن ثمن الحاجه اللي انت بتجيبها. يعني مش الراجل صاحب المحل هو اللي هيفتحها، هو اللي يعني اللمسه الاولى دي بتاعت الحاجه بتبقى ليها الطعم بتاعها. ده هنا يعتبر الحته اللي هي الفلتر، او الحته اللي هي المعيار بتاع اللي بنحطه هنا في الهاندل بتاع القهوه. في اتنين، واحد دبل شوت، واحد سنجل شوت. فده من الحاجات اللذيذه ان ده الصغير وده الكبير، ده الصغير وده الكبير، ده للدبل شوت وده للسنجل شوت. تمام، طبعا احنا حياتنا كلها تبقى دبل شوت، بنبقى عايزين نشرب عشان تنسى. تمام، ده الهاندل او ده الريزيرفور بتاعنا. جميل، معرفش ليه الاكياس مش سيلد، الاكياس مش متبرشمه ليه. ده برضو كوماند في المنتج بتاعنا. وده برضو معرفش في هنا هاندل، في هنا عندنا النوب الغريب ده، معرفش ده برضو هل ده ليه فانكشن معينه. نبدا نشوف مع بعض. طبعا ده عشان الدبل شوت، الدبل شوت بيتحط هنا. تمام، وممكن ده يكون عشان بيمسك. تمام، يعني نبدا نشوف التفاصيل دي مع بعض. ده للسنجل شوت زي ما قلنا. طيب دي الماشين، الديزاين بتاعها مش بطال، مش وحش، حلو. عايزين تبقى باينه في الكاميرا كده. دي زي ما قلنا ماركه ديلونجي، معرفش فيها تراب ليه هنا، انا لسه خارجه من الكيس. تمام، ده اللي انا كنت بقول عليه، ده اللي هو السيلف كوفي تمبر. يعني ده انا كنت عملت فيه بيتنت لحد في امريكا قبل كده زمان، كان عامل ديزاين كده بشكل سليك كوفي تمبر كده، حاجه وودن شيب او وودن هاندل، كانت اللي هي بتظبط القهوه المفروض في التمبر. يعني انت بعد ما تحط القهوه عشان تسويها بتقعد تعمل كده. تمام، او المفروض بتدوس عليها بهاندل كده او بتول. فدي كانت حاجه حلوه. ده الجزء بتاع الفوم. تمام، طبعا هنا الحته اللي بيركب فيها الريزيرفر بتاعنا، ده اللي هو الزرار بتاع الاوتوماتيك شات اوف زي ما كانوا قايلين على العلبه. ده بتاع الستيم اللي فوق ده، جميل. ومن الظهر هنا المفروض ان ده فيه الووتر تانك، او المكان بتاع اللي احنا نحط فيه ميه. ده المفروض بيتفك على ما اظن، ده زي ما احنا شايفين بيتفك عشان تحط فيه الميه. طبعا ليه هنا ده الانلت بتاعه عشان يبدا ينزل يدخل على الكوفي ماشين من تحت من هنا. شركه ديلونجي انا اول مره اتعامل معاها،
والله بس اللي حاسه ان هي يعني البرودكت مش بطال، مش وحش، حلو. هو اهم من كل ده مش ان انت تعمل مش ان انت تعمل الكوفي بالكوفي ماشين، اهم حاجه الماتيريال بتاع الكوفي، اهم حاجه الطعم، ان انت تظبط النسب، تظبط الدنيا عندك، ده اهم حاجه. يعني احب ارحب بمنتج جديد عندنا في الشقه، منتج جميل، حاجه ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك لنا فيها. ده اكيد بتاع الميه، في حاجات بتلعب حمرا جوه هنا كنا نبص عليها اهو. ايه ده؟ انا مش عارف، يعني انا مش عارف برضو الحاجات دي، لازم اقرا الكتالوج بتاعها اشوفها. بس حبيت ان انا اوضح لكم ايه الكونتنتس او ايه المكونات اللي جوه علبه ديلونجي كوفي ميكر او كابتشينو او اسبريسو ماشين ميكر. عندنا دي الهاندل، دي المفروض اللي بتركب هنا. طبعا انا مش شايف عشان الكاميرا، ما علينا، طبعا لازم تكون شايف قدامها. دي بتديك دبل شوت زي ما قلنا، فيها هنا التو نوزلز زي ما احنا شايفين، تمام. ده الباور سورس، يعني مفيش اي حاجة تانية تتقال في الماشين دي. طبعا لازم تتغسل التانك بتاعها، مش هتغسلها طبعا كلها، تغسل التانك بتاعها بس في الاول. وخلونا كده نجرب اول كوفي هنعمله عليها ونشوف طعمه هيبقى عامل ايه. احنا جايبين يعني كوفي المفروض ان هو يبقى حاجة حلوة، ان شاء الله يبقى طعمه حلو. هنجرب، انا جايبها مخصوص عشان الفلات وايت، عشان يعني نقول لعماد وهدير بتوع اندران، نقول لهم شكرا على استضافتكم لينا الفترة اللي فاتت. الكوفي بتاعكم كان حلو جدا، بس هو بصراحة 60 جنيه كان غالي جدا، كل يوم كل يوم، فقلنا نجيب ونستثمر الكوفي ماشين دي ونجرب نعمل في البيت عندنا عشان نوفر الفلوس دي. ويا رب يا رب نعرف. انا جبت نفس البن من عندهم برضو، هو هو، ودي الماشين، فباين ان هو يبقى نفس الطعم بقى، فدي بقى المفروض هنحاول نظبطها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، انتظرونا لو في اي حاجه جايبناها ان شاء الله هنجيبها جديده، هنعمل الانبوكسنج بتاعها وان شاء الله ربنا يبارك لنا فيها وتبقى من الحاجات الحلوه جدا والكويسه معانا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.